مشاهدينا بكل خير. أنا نهى علي أترافق مع السيد خريسات في كلام مسؤول لهذا الأسبوع، وسوف ننتقل إلى قطاع الرعاية الصحية. وأول مستوى أو أول مستشفى انطلقت به الشركة التي سنتحدث عنها لليوم كان في العام 1967، وكانت مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، قبل أن تتحول هذه الشركة إلى مساهمة مغلقة في العام 2003. وبطبيعة الأحوال الحديث إذن سوف يأخذنا في برنامج كلام مسؤول لهذا الأسبوع إلى الشركة الوطنية للرعاية الطبية، والتي أدرجت في السوق المالية في العام 2013، وتعمل في الآونة الأخيرة على ترويج مفهوم طب العائلة. كلام مسؤول إذن يستضيف الدكتور أحمد بن سعيد العمري، وهو الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية. مرحبا بك دكتور أحمد، سوف يكون لدينا الكثير من التفاصيل حول هذه الشركة، ولكن مشاهدينا لنذهب بداية في هذه الجولة التعريفية حول الشركة وأيضا حول الملف المهني للدكتور العمري. الشركة الوطنية للرعاية الطبية السعودية تأسست في أغسطس من العام 2003 كشركة مساهمة مغلقة من القطاع العام، ممثلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعة من المساهمين من القطاع الخاص. وتمتلك الشركة أحد أهم مستشفيات القطاع الخاص في منطقة الرياض، المستشفى الوطني، والذي تأسس عام 1966، ومستشفى رعاية الرياض الذي تأسس عام 1990. ويبلغ رأس مال رعاية نحو 448 مليون ريال سعودي، موزع على 44 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، في حين تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.4 مليار ريال. وفي تفاصيل النتائج المالية، ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19% وصولاً إلى 33 مليون ريال سعودي، مدعومة بالنمو في قيمة الإيرادات التشغيلية التي قفزت بنحو 16% خلال الفترة نفسها وصولاً إلى ما يقارب 254 مليون ريال، فيما كانت أرباح الشركة قد نمت بنهاية 2015 بنسبة 37% لتصل إلى نحو 131 مليون ريال. وفي ظل الاهتمام البالغ من قبل الحكومة السعودية بالقطاع الصحي في رؤية 2030، بدأت الشركة بوضع استراتيجية جديدة للاستفادة من الفرص الكامنة في السوق السعودي، وعززت من تركيزها على الطب المهني وطب العائلة لتكون منافساً قوياً في هذين المجالين. خطة رعاية جاءت لتتمم الخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعتها الشركة في وقت سابق، والتي ركزت على النمو والتوسع الجغرافي ورفع كفاءة وفعالية إجراءات العمل. مرحباً بك دكتور أحمد مرة أخرى. لو دعنا نعلق على نتائج الربع الأول في البداية، هناك ارتفاع ونمو في صافي الأرباح بحدود 4% خلال الربع الأول، ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو، وهل هو كان كما هو مخطط له ضمن استراتيجية الشركة، وما هي توقعاتك، هل سوف تنتهج أو سوف تستمر في هذا النمو حتى نهاية العام 2016؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لكم على التقرير الجميل. ثانيا النمو كان بحوالي 19%، 19% في الربع الأول، وليس 4%. طبعا مقارنة بالربع الأول في 2015. الحمد لله هذا استمرار للنمو اللي تم في 2015، وهذا كان بسبب بسيط جدا اللي هو التركيز على العنصر البشري في المنظمة اللي هم الموظفين والمرضى، لأنه استراتيجيتنا ببساطة ترتكز على المريض
وتقديم افضل تجربه له، وفي نفس الوقت موتيفيت الموظفين ونعطيهم الحماس الكافي للعمل وخلق بيئه تخليهم يعطوا فعلا بكل اريحيه لهذا المريض اللي يجيهم. كان في يمكن الجزء الاساسي في ارتفاع النمو الحمد لله انه ركزنا في البدايه على معرفه فين مواطن الخلل. فوجدنا الحمد لله ما كانت تنقصنا التكنولوجيا أو المباني، كان يمكن اللي ينقص اللي أنا دائما أدعو له اللي هو التكامل بين الوحدات اللي بتقدم هذه الخدمة من خلال الشركة، لأنه في عندنا 3 وحدات والرابعة افتتحت في نهاية عام 2015، والآخر اللي هو خلق استراتيجية بحيث أنه جميع الموظفين والعاملين والأطباء يعرفوا إيش هي الرؤية اللي الشركة تسعى لها ويحاولوا يقدموها للمريض. بالنسبة للتوقعات صحيح أنه في يعني كان متوقع أنه الاقتصاد بشكل عام العالمي كان فيه تباطؤ في النمو، لكن ما أعتقد أنه الاقتصاد الغير النفطي كانت حتواجه نفس المشكلة، وكان هذا يعني مبني على عدة أمور وضعناها حطيناها في تصورنا لما وضعنا الميزانية لعام 2016، وإحنا برضو وضعنا تصورات إلى عام 2020. فأتوقع إن شاء الله إنه حيكون في استمرار في النمو، حيكون في استمرار في إعطاء تجربة مميزة للمريض إن شاء الله، ووضع نموذج ان شاء الله يحتذى به في شركه الرعايه من قبل الاخرين او المقدمين الاخرين. يعني دكتور، يعني اذا لنعود الى الارباح، يعني الربع الاول كان قصد اسيد فيما يتعلق بالقطاع الصحي بشكل عام كان متوسط النمو هو 4%، ولكن نتائج اعمالكم كانت حوالي 19% كمستويات نمو للربع الاول. طيب لنعود الى الرؤيه الاستراتيجيه للشركه، يعني ذكرت حتى امر كثير ملفت، يعني ذكرت اعتمادك على وعي موظف ومريض، يعني هذا الامر ايضا استراتيجيه مختلفه. انتم لديكم رؤيه 2020، اين قطعتم من هذه يعني في خطوات منها؟ ما تهدفون من وراء هذا الامر بطبيعه الاحوال؟ هل هناك مستوى نمو مستدام تستطيعون الوصول له في الصحه؟ والله الحقيقه يمكن المحرك لنا هو الشغف لا أكثر ولا أقل، الشغف بأنه أولا القطاعات الصحية ترى في جميع دول العالم تعاني، وليس فقط في المملكة العربية السعودية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ترى ما شكل المعاناة؟ ما هو شكل المعاناة؟ طيب يعني ما الذي تختلف به نموذج السعودية عن العالم؟ طيب أنا أقول لك، أنا ما هو النموذج السعودي، هو الرقم واحد ارتفاع التكلفة، تكاليف القطاع الصحي مرتفعة جدا ومستمرة في الارتفاع، إلى وصلت إلى حد يعني كوست كرايسيس، تصل مثلا في أمريكا يصل الحجم الإنفاق على القطاع الصحي أكثر من حوالي 15% من الناتج المحلي، وهذا مبلغ كبير جدا ولا زالت مستمرة في الارتفاع. السيطرة برضو على القطاع الصحي ترى ما هي من الداخل، ما هي من مثلا الأطباء، لا تجي من عوامل خارجية، أهمها شركات التأمين الطبي، الشركات اللي الأجهزة الطبية، شركات الأدوية، وهذه كل ما تطلع جهاز أو دواء جديد بتضاعف سعره أضعاف يعني خيالية، فتلاقي في استمرار في التكاليف. رقم اثنين انه حجم العمالة الماهرة، الأطباء، الممرضين، الفنيين في المستشفيات في شح كبير. انا درست وتدربت واشتغلت في كندا، ترى تدخلي في اي مستشفى هناك وكأنك داخل يعني كرة أرضية مصغرة، لانه من جميع دول العالم تلاقي جنسيات مختلفة. ففي عندنا سكارس ريسورسز، هيومن ريسورسز، ومشكلة القطاع الصحي انه ليبر انتنسيف، ما هو كابيتال انتنسيف مع كل التكنولوجيا اللي حاصلة الان. اذا النموذج ما هو فقط نحن يجب رقم واحد مين نخدم مين؟ المفترض ما نخدم فقط المريض، أنا أبغى أخدم الإنسان قبل ما يمرض، هذا رقم واحد. إذا الكاستمر تارجت حقي أو التارجت كاستمر سوري اللي هو الـ الإنسان وهو في صحته،
قبل أن يعتل، لأنه أول ما يعتل التكاليف حتصير عالية جدا، وبدون صحة ما حيكون في إنتاجية في أي من القطاعات الأخرى. فإذا هو يعتبر أبو القطاعات الأخرى نعتبره، لأنه إذا الإنسان ما هو بصحته ما يقدر لا ينتج ولا يعمل ولا يروح ولا يجي. فإذا الوقاية رقم واحد هي الأساس، البريفنتيف ميديسن والفاميلي كير. صحيح أنها مفعلة في دول العالم الأخرى، لكن لا زال التوجه الأساسي كله في الكيوراتيف ميديسن أو الطب العلاجي. نعم. فرقم واحد التركيز أو الاختلاف أنه النموذج، على فكرة النموذج الحالي اللي تشتغل به كل دول العالم الرواد فيه هم العرب والمسلمين في الباميرستانات اللي كانوا بيقولوا عليها. نعم. وكانت وضعت في الأساس أنه عشان المريض يعني في أواخر عمره يعني اللي يسموه الاند اوف لايف كيرينج. لكن المشكلة الآن لا، تحولت إلى أنه أصبحت يعني مقصد لأي مرض يحصل الإنسان يروح. فإحنا نبغى نبعد في الموديل الجديد، نبعد المرضى عن المستشفيات ونوفر لهم الخدمة. نعم. بعدة أشكال مختلفة. نعم. بالتالي دكتور أنتم تخصصتم نوعا ما أو تم التركيز على الطب المهني والطب العائلة بشكل عام، ما هي تقريبا أين وضعكم بالسعودية في هذين التخصصين بالذات؟ وكما نعلم الرعاية الطبية هي خدمة غير مرنة، يعني بغض صحيح. النظر عن الأسعار، وبالتالي سوف لن تكون هنالك علاقة طردية ما بين الأسعار والخدمة، سوف تكون ربما عكسية أيضا. أين صحيح. أنتم؟ صحيح. أين أنتم بالسعودية؟ وما هي حصتكم في هذين التخصصين؟ والله شوف، في السعودية للأسف يعني لا زال الطب العائلة والطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية متأخر جدا جدا جدا. لكن في شركة رعاية نحن تبنينا في الرؤية الجديدة اللي وضعناها في نهاية 2015 إنه راح نتوسع كثير في البرايمري كير ميديسين، الرعاية الصحية الأولية والفاميلي كير ميديسين، وافتتحنا أول وحدة في نوفمبر من عام 2015، بحيث إنه فعلا نقدم خدمة مختلفة في من خلال هذا القطاع إن شاء الله بإذن الله. يعني وبالنسبة للطب المهني، بالنسبة للطب المهني طبعا كانت رائدة الشركة الوطنية حتى من الملكات مملوكة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه افتتحت أصلا فكرة افتتاحها كانت لخدمة المرضى الإصابات المهنية. فإذا في ريادة في الإصابات المهنية، وهذا حصل من سنوات سابقة من السبعينات الميلادية والتسعينات الميلادية، والآن ريادة أخرى في التركيز على طب العائلة. والتوجه على فكرة في التحول الوطني الآن في القطاع الصحي جزء منه كبير يتحدث عن الـ governance أو الحوكمة، الشراكة مع القطاع الخاص، والثالث يتحدث عن اللي هو الرعاية الصحية الأولية والفاميلي كير ميديسن. فإذا نحن سابقين في هذا المجال عن إخواننا الآخرين أو المنافسين اللي بيحاولوا يركزوا في بناء المستشفيات. نعم. يعني وخصوصا يعني دائما ما حتى ما ذكر أسيد فيما يتعلق ربما كيف يمكن أن نجني أرباح من الأمراض، ومع ذلك شركة الرعاية الطبية كانت قد وصلت إلى أرباح. بالنسبة لمستويات رأس المال بقيت كما هي لفترة طويلة، وأيضا نتحدث عن مشروع الخصخصة الذي تم على هذه الشركة رغم بقاء مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو المستثمر أو المساهم الرئيسي في هذه الشركة. بعد الفاصل نتحدث معك بالتفاصيل حول هذا الأمر دكتور. إذن ومشاهدينا نعود إلى الشركة الوطنية للرعاية الطبية في السعودية مع الدكتور أحمد العمري الرئيس التنفيذي للشركة. من جديد معك دكتور أحمد لنتحدث قليلا عن الإيرادات، إيرادات قوية أيضا كانت قد انطلقت في 2015. من أي البنود جاءتكم هذه الإيرادات وحتى تطورت أيضا في 2014 رغم أنه أرباحكم في 2013 كانت قد سجلت انخفاضات؟ كيف تطورت هذه الأمور رغم أنك ذكرت موضوع طبعا التكلفة يعني المتكررة التي نراها في مجال الرعاية الطبية؟ طبعا الإيرادات اقتربت من 900 مليون ريال في 2015. طبعا كان يعني مرة أخرى يعني الحمد لله ما كان في مثلا زيادة في السعة
السريريه. بالعكس في نهايه او في منتصف 2015 كم حاليا السعة السريرية؟ يعني فقدنا 20% نحن من السعة السريرية في منتصف 2015. حاليا نحن نتراوح ما بين ال 400 ل 450 سرير تقريبا اللي مشغلينها. فقدنا 20% منها لانه كان في مشروع برضه تم اعلانه، لانه حنضيف ان شاء الله 200 سرير اخرى سيتم تشغيلها بحول الله مع بدايات 2017. فاذا في كان فقدان للسعه السريريه والكباسيتي عندنا، ورغم كذا كان في تطور وزياده في الارباح والايرادات الحمد لله. مره ثانيه كان فقط محاوله ادخال الثقافه المؤسسيه اللي هي تعتمد على البيرفورمانس او الاداء الممنهج لا اكثر ولا اقل، فكانت البرودكتيفيتي هي الاساس عندنا. كان في الحقيقه يعني اداره المستشفيات، نعم يعني اداره المستشفيات، لانه هذا جزء من نشاطكم التشغيلي الاساسي. كم تشكل اداره المستشفيات من ايرادات، اضافه للايرادات الاخرى من البنود الاخرى؟ يعني كيف تتوزع في شكل ايراداتكم دكتور؟ ما في الايرادات اكثر من 90-95% من المستشفيات اداره مستشفيات الى 95. طبعا لانه في عندنا شركه للادويه الطبيه لكن لا تمثل يعني في النهاية إلا نسبة بسيطة جدا من الإيرادات بشكل عام، لكن 95% تملك وإدارة المستشفى. نعم، ولكن دكتور أحمد دعني أسألك عن التوسعات التي ذكرتها ما قبل الفاصل. ما هي خططكم للتوسع في السوق السعودي، وما هي طرق التمويل؟ هل هنالك نية لزيادة رأس مال الشركة خلال العام الجاري؟ الحقيقة جميع الخيارات مطروحة أمامنا، زيادة رأس مال الشركة، الاقتراض من الكوميرشال ليندرز، برضو وزارة المالية طبعا يكون في دعم حكومي حتى للمستشفيات الخاصة عند إنشائها، يكون في قروض تعطى بطريقة معينة وحسبة معينة. هل هنالك سعر فائدة مفضل أو مخفض عن المتداول في السوق في قطاع المصارف في السعودية في حال يعني الدعم الحكومي؟ اعتقد انه راح طبعا الدعم الحكومي يعطى بدون فوائد، لكن من الكوميرشال ليندرز يكون في سمعه الشركه الوطنيه، يعني الحمد لله دائما تخلينا في المقدمه العملاء المميزين لهذه المصارف. فان شاء الله باذن الله حيكون يعني السعر الفائده حيكون عن طريق المرابحه الاسلاميه، وحيكون ان شاء الله شيء يعني ما يثقل كاهلنا ايضا في من خلال التوسعات. وبالتالي هل هنالك اي فروع اخرى من المتوقع افتتاحها من جديد خلال عام 2016؟ 2016 حيكون في عندنا ان شاء الله اضافه ما بين 2016 والربع الاول 2017 حيكون في اضافه لقرابه ال 200 سرير ان شاء الله للمستشفى الوطني. بعدين ان شاء الله التوسعات اللي احنا اعلنا عنها سابقا في الاستراتيجيه في منطقه الرياض ومنطقه مكه المكرمه بالذات في مدينه جده سيتم الاعلان عن تفاصيلها. يعني الحمد لله نحن وصلنا إلى تصور معين إنه كيف راح نتوسع إن شاء الله، كم عدد المستشفيات، كم عدد المراكز، كيف حتكون الديجيتال هيلث كير. فيعني إن شاء الله بإذن الله سيتم الإعلان عنها قريبا. كل التوفيق لك دكتور أحمد، ولكن بشكل عام كم هو حجم الاستثمار المقدر لهذه التوسعات تقريبا؟ شوف، بناء السرير الواحد يكلف في المستشفيات تقريبا من 1.5 مليون الى 2 مليون ريال سعودي. فاذا وعليك الحساب، يعني اذا بنينا 100 سرير هذه الحسبه حقتها، 200 سرير هذه، 300 سرير يعني يعتمد. فالاستثمار في القطاع الصحي مكلف لكنه في النهايه يعني الريتيرن يكون ممتاز. ولكن هل النقد كافي الموجود لديكم لمثل هذه التوسعات، ام كيف سوف يتم تشكيل التمويل لمثل هذه التوسعات؟ كما ذكرت يعني تحتاج الى مبالغ ليست بالهينة. وهذا يعني بيقودنا صحيح. أيضا دكتور أنه لماذا طيب لجأتم؟ يعني إذا كانت أنتم لديكم هذه الخطة لعملية التوسع أو حتى لأخذ تمويلات من مصادر مختلفة، لماذا لجأتم إلى عملية التوزيعات النقدية؟ يعني بالعام الماضي كانت 33 مليون ريال، لماذا لم تحتفظوا بهذه المبالغ إذا كنتم ستتوسعون بهذا الشكل؟ الحقيقة برضو هذا الموضوع تم دراسته. طبعا التوزيعات النقدية هذا العام
أو لعام 2015 هي أقل من العام اللي سبقه بحوالي النصف، يعني هي كانت 15% العام قبل الماضي. العام الماضي اللي 2015 كانت 7.5% تقريبا. السبب الوحيد انه الحمد لله انا بسميها الصحه الماليه للشركه ممتازه جدا. لو تنظر الى القوائم الماليه يعني ما في عندنا قروض الحمد لله كبيره. الاعتماد حيكون ان شاء الله كبير على البرودكتيفيتي ولا الكاش فروم اوبريتنج اكتيفيتيز اللي عندنا نحن، يعني يعني نقوم ب النت كاش فروم اوبريتنج اكتيفيتيز، بالاضافه الى عندي خيارين، يا انه والله ايكويتي فاينانسينج ولا الكوميرشال ديت. هذه يمكن ما اقدر اعلن عنها الان لانه نحن وير بابليك ليستد كمباني، فراح نعلن عنها ان شاء الله بشكل مناسب في السوق خلال العشر ايام الى العشرين يوم القادمه باذن الله تعالى. نعم. لكن يعني الفكره ما فيها انه الحمد لله الشركه الوطنيه للرعايه الطبيه صحتها الماليه يعني ممتازه جدا جدا. نعم. يعني وحتى يعني حتى كنت ذكرت دائما دكتور، كنت دائما تذكر انه لديكم رؤيه مختلفه ما يتعلق بمشروع الخصخصه، يعني لانه انتم ايضا تم خصخصتكم من شركه مملوكه بالكامل للمؤسسه. صحيح. العامه للتامينات الاجتماعيه، وتم تخصيص وبقي طبعا المساهم الاكبر هو هذه المؤسسه. كيف يختلف طيب تطور او الرؤيه تبعي الخاصه بهذه الشركه في موضوع الخصخصه خصوصا في القطاع الطبي؟ أنا أقول لك الاختلاف الحقيقة في أنه إذا الخصخصة في القطاع الطبي عندنا فقط اتجهت أنه تعطي المستشفيات أو المراكز الطبية إلى مشغلين من القطاع الخاص لتشغيلها، أعتقد ما راح نجني الثمار المتوقعة من الشراكة مع القطاع الخاص. نعم. المختلف مع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لما طرحتها كشركة أنه أشركوا القطاع الخاص في صنع القرار اللي هو الجوفرنس، انشأوا مجلس اداره كان شريك فيه القطاع الخاص، فاذا في صنع القرار واتخاذه كانوا موجودين. رقم اثنين الاسهم تم تمليكها للقطاع الخاص، يعني صار في اونر شيب من الاساس، يعني في الاونر شيب في اختلاف في الجوفرنس كانوا موجودين، وفي التشغيل كانوا حاضرين. بعدين الاختيار صراحه الكفاءات يعتمد على اللي تشغل المستشفيات، يعتمد على فقط على الكفاءة وليس يعني أي مجاملات أخرى. فإذا الخصخصة كانت وضعت بالشكل السليم أعتقد في الشركة الوطنية للرعاية الطبية. طيب هل أنتم اللي أنا بس يبحذر؟ نعم. يعني هل أنتم تتجهون أيضا لشريحة خاصة من 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 المرضى؟ يعني كيف يمكن فعلا جني أرباح، للأسف يعني إذا كان هذا التعبير، كيف يمكن فعلا أن يتم جني أرباح أو إيرادات من المرض؟ يعني هل هناك شريحة خاصة من المرضى أنتم تركزون عليها ضمن شركتكم؟ لا انا على فكره بس اللي كنت اقوله سابقا انه هذا هو الخصخصه بشكلها الصحيح. انا ما ابغى الان في التحول الوطني في القطاع الصحي انه نتجه فقط لاعطاء مستشفيات لمشغل من القطاع الخاص يحاول انه يديره، لانه هذا حاصل الان، واعتقد انه حيقودنا يعني الى خيبه امل في الشراكه مع القطاع الخاص. لا لازم تكون فعلا شركه نفكر حتى في ادراجها، لابد ان يكون في تكامل من القطاعات الصحيه المختلفه، والتركيز ما هو فقط على الكاش او اللي يدفعوا نقديا، لا تركيز على الكاش بيشنتس اللي يدفعوا نقديا، على الانشورنس بيشنتس، على الكوربريت كلاينتس اللي هم يجونا من جهات حكوميه. يعني احنا حاليا الان الميكس الريفينيو ميكس حقنا حوالي 65% جاي من شركات يعني او جهات حكوميه او شبه حكوميه. نعم. ارامكو، شركه الكهرباء، 65% العقود اخرى. 65% حكوميه. 65% والباقي افراد حكوميه وشبه حكوميه. نعم. والباقي شركات، عفوا شركات تامين، الباقي شركات تامين وافراد. الافراد يمثلوا الاقل 15%، وهذا ما نتمناه ان شاء الله في الخصخصه. نعم. انه ما نثقل الافراد يعني تكاليف نقديه زياده. ولا حندخل في نموذج من الخصخصه انا اعتبره راح يكون يعني فاشل صراحه. نعم. فتحذير هذا يعني بس. نعم الدكتور احمد، ما حجم القروض لديكم؟ دعني اعود للاداء المالي بالنسبه للشركه، ما هو حجم القروض لديكم؟ ربما كان نوعا ما هناك تحسن في مستويات السيوله لديكم حتى اخر عام 2015، ولكن ايضا كان هناك ارتفاع، قابلوا ارتفاع في الربع الاول في الموجودات، وايضا قابلوا ارتفاع في المطلوبات. باختصار لو سمحت، ما هو حجم القروض وهل سوف تستمر بمثل هذه المعدلات التي شهدناها خلال عام 2015؟
لا لا، القروض بسيطة جدا. في القرض اللي تم إعلان عنه كان ب 100 مليون ريال في عام 2015، وفي قرض سابق تم الإعلان عنه في التوسع الأول للمستشفى الوطني في 2013 كان من وزارة المالية بحوالي، يتراوح، لا يحضر الرقم الآن بس لم يكن يتجاوز ال 150، من 100 إلى 150 مليون ريال. فالقروض درجتها بسيطة جدا عندنا. الموجودات ولا الريسيفبل صحيح هي في ارتفاع، لكن هذا يعزى اغلبه الى ارتفاع المبيعات في عام 2015. كم حجم المبيعات؟ كم حجم المبيعات ارتفاعه؟ المبيعات ارتفعت بحوالي 20% في 2015، وما شاء الله مستمره في الارتفاع في 2016، واتوقع انه يعني راح تستمر ايضا بارتفاع ان شاء الله تاريخي في بقيه العام اذا استمرنا بنفس النهج. نعم. ان شاء الله. نعم دكتور احمد العمري، وانت الرئيس التنفيذي للشركه الوطنيه للرعايه الطبيه، كل الشكر لك في هذه الحلقه. شكرا جزيلا، وايضا نشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه. الى اللقاء. إلى اللقاء إن شاء الله.